تم افتتاح قسم عملية جراحية تخصص طب النساء والتوليد داخل مصلحة طب النساء والتوليد، وهذا الإجراء هدفه تقريب العلاج للمرأة الحامل بالإضافة إلى توفير الشروط اللازمة أيضا للمرأة الحامل ولتفادي تنقلات وتحويلات المرضى نحو المؤسسات والولايات أخرى. تجدر الإشارة أيضا أن قسم العملية الجراحية يتكون من 3 غرف رئيسية لمختلف التخصصات: تخصص جراحة عامة، تخصص طب العظام والردود، تخصص مسالك بولية، تخصص أيضا جراحة الفك والوجه والمسالك البولية أيضا، وجراحة الأنف والحنجرة بالإضافة إلى جراحة الأطفال. الجراحة العامة عندنا يعني الانسترومونتاسيون كل كاينه، وزياده انه عندنا المنظار، معناها والحمد لله احنا عندنا 5 جراحين يخدموا بالمنظار، يعني لا جينيكو كيف عندنا كل الوسائل.